السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. الو، رجعنا اليوم باش نكملوا لا غوسيت تاع شبح الصفراء، لاصوص تاع شبح الصفراء. لاصوص اللي حنعطيها لكم اليوم هي نفس لاصوص تاع شبح الصفراء وتاع طاجين العين القسنطيني وطاجين حاج بوعوينه، هي سي لا ميم صوص. جوست نزيدو دي فوا نديروها بشبح الصفراء وحدها غير الشبح لداخل، ودي فوا نحطو شبح الصفراء مع العين. انا اليوم واش راح ندير؟ راح ندير شبح الصفراء والعين مع بعضهم باش ما نبقاش نعاود التكرار في لي فيديو. مي لا صوص هي نفسها لا صوص تاع لي 3 بلا هادو. مكونات هنا اللي راح نحتاجوهم ساهلين، خلاص راح تحتاجوا كيلة تاع العين العوينه ولا اللي كاين يقولوا لها البرقوق، كيلة تاع شبح الصفراء. شبح الصفراء راني خدمتها في لا فيديو اللي قبل هذه، تلقاو عجينه شبح الصفراء كيفاش خدمتها. عندكم كيلة تاع المشماش، المشماش تحبوا تحطوه تحبوا ما تحطوهش، انا نحط المشماش فيه. عندي طريف تاع اللحم، اللحم ما نحطش بزاف، علاش؟ باسكو حنا ما ناكلوش اللحم، دونك ما كان الخساره. لا كان نتوما تاكلوا اللحم زيدوه، مي جوست حبيت نقول لكم باللي اللحم تاع اللحم الحلو يقساح مع الوقت، دونك حنا ما ناكلوهش، دونك حطيته جوست على البنه. عندي هنا حبه بصله مقطعه، ما تحكوهاش دو بريفيرونس، ما تحكوهاش في شبح الصفراء وفي العين ما تحكوهاش باسكو لاصوص راح تتصفى. عندي ثاني حفنه تاع لوز بور لا ديكوراسيون. عندي شويه تاع ما ورد مقطر تاع راس القطار، لكن ما عندكمش راس القطار ديروا اندستريال نورمال. عندي هنايا لي زيبيس، عندي عود تاع قرفه، شويه تاع زعفران الشعره، وزوج حبيبات تاع قرنفل باسكو عندي كميه صغيره. وعندي ثاني هنايا مغرف تاع السمن، مغرف صغيره تاع السمن. عندي شويه ملح وعندي الزيت. الزيت هنا علاش؟ دوك نفهمكم علاش راح نحط الزيت. ثاني عندي شويه تاع سكر. السكر راح ندير نفس الكميه، يعني كيلة تاع سكر كيما الغرفيه هذه. دوك نفرغها ونزيد عليها السكر. ومغرف عسل، كاين الناس اللي يحطوا العسل كاين ما يحطوش، لكن تحبوها تجيكم ثقيله شويه حطوا فيها شويه عسل. انا نحط مغرف برك. حاجه برك نسيتها للامانه برك باش ما تبداش الغوغه في لي كومونتير، كاين الناس اللي يحطوا الفلفل الابيض في لاصوص تاعهم، انا ما نحطلوش. ونهار خلاف مره ان شاء الله نعطي لكم لا غوسيت تاع ماما تاع طاجين العين تاع ماما اللي ديروه في الدار بلا بصله بلا لحم بلا والو، ان شاء الله نبارطاجيه معاكم في هذا رمضان. يلا نبداو ان شاء الله لاصوص تاعنا. بسم الله. عندي هنا طنجره نحط فيها اول حاجه السمن تاعي، هاي مغرف تاع السمن. بسم الله. ونحط الطريف تاع اللحم هاو هنا، وراح نزيد فيها مغرف وحده تاع الزيت. علاه الزيت هذه؟ تو سامبلومون كي تزيدوا الزيت لاصوص تاعنا تجي بريونت، تجي تبرق. لو كان تحطوا السمن وحده ما تجيكمش لاصوص بريون تاعكم بزاف. انا هذه تعلمتها غيصامون، هاد لاستيس هذه وحده الله يذكرها بخير هي اللي علمتها لي، قالت لي زيدي مغرف تاع زيت في الشبح تاعك. ونزيد نحط شويه ملح كيما قلت لكم، انا ما نحطش في الكحل، اللي تحب تحط فلفل ابيض بلوتو ماشي كحل، فلفل ابيض في لاصوص هذه تحط فلفل ابيض، اللي تحب تحطوه من عندها. نزيد ثاني نحط البصله تاعي هذيك، قلت لكم البصله راح تتصفى لاصوص، دونك تحبوا تحطوها على زوج على ربعه على ما ترحيوهاش برك، هذا مكان. نزيد نحط لي زيبيس تاعي، عود قرفه، زوج حبيبات قرنفل، وشويه زعفران تاع الشعره. اللي تحب تحلو في الماء وتزيد لا كولور كيما تحبوا، انا نحطو ديريكتومون هنا. نخليها تتقلى شويه لو طون ك الماء تاعي وقاعد يسخن، تمرقوا بالماء سخون. وكاين ثاني اللي يحطوا لها واش يحطوا لها هنايا مع اللحم مغرف تاع السكر. انا ما نحطش السكر دوكا، نحطو مع الاخر في الكيله هذيك كامله تاع السكر اللي نحطها. لكن تحبوا دوكا لاصوص تاعكم حلوه بزاف حطوا كيله كامله تاع السكر، لكن تحبوها ماشي حلوه نقصوا السكر. دوكا السكر في يدكم نتوما، والعسل هذاك او راح يتقل لاصوص تاعنا. هاني وليت الماء تاعي راه واجد، انا نشتي نقلي الماكله. دوك تحبوا تطيبوا بارد في بارد بويسانكم، مي بصح الماكله تجي بنينه اونكور بلوس كي تقليوها. التقليه هي كلش، انا نقلي بيان
الماكله تاعي. وبالنسبه للزعفران شعره، كان ما عندكمش زعفران شعره ديروا ملون غذائي الا كان عندكم وخلاص، المهم يكون صفر ولا زعفران تاع لا بودر. هاني قليت بيان اللحم تاعي هذه كل والبصله، نجي نهز هنا الماء سخون، لازم يكون ماء سخون، لو كان تحطوا الماء بارد اللحم تاعكم راح تقرسل، راح تجمد في بعضها وتلكز. بسم الله نغطي اللحم تاعي حتى حتى تتغطى اللحم. هاي تغطات اللحم، هاي هنا نقفل عليها ونخليها تطيب. قلت لكم انا عندي كميه صغيره ما عنديش بزاف، فوالا نخليها تطيب ان شاء الله ونرجع لكم اون فوا كطيب. هنا عندي ملاحظه صغيره للناس اللي عايشين في امريكا وفي كندا، عندنا العين تاعنا والمشماش يسون ديجا بري كوي، تما راهم طايبين ديجا وخالصين، فهمتوا؟ تما ما نقدرش نحطهم يطيبوا في الـ في الـ في لاصوص. انا عندي بتي تاستوس، لكن عندكم العين كي تشريو العين تاعكم ما تخليوهاش تطيب في لاصوص، واش ديروا؟ فوروها. كي تفوروها علاش تفوروها؟ باسكو باش ما تطلق لكمش الكحوليه هذيك، باسكو العين لو كانت تخليوها تغلي بزاف الماء راح تتفلق وتطلق الكحوليه تاعها كامله. حنا نسحقوا المرقه تاعنا تكون صافيه وتكون تكون شويه فيغ لو جوناتر، اون صوص جوناتر تكون صفرة شويه. على هذيك ما تغليوش العين تاعكم، فوروها. اون فوا تفوروها وتخلصوا حطوها دو كوتي، نرميوها مع الاخر في الغليه الاخرى. فوالا دركا واش راح ندير؟ راح نحط شويه هنايا تاع اللوز تاعي، راح نسمطر كيف دير نقشرو، نحط له الماء سخون حتى يتنحل القشور هذاك ونحيلو القشره باش نديكوري به. هاني وليت اللحم تاعي راهي طابت صايي، هاي لاصوص. دوك واش راح ندير؟ نصفيها كامله. هنا عندي صفايه، صفايه تاعي مليحه يعني جايه فيها الخشين والرقيق، دونك مدوبليه، دونك راح نصفيه غير خطره. بصح الا كان عندكم كيما نقولوها اون باسواغ تكون العيون تاعها شويه كبار ولا صفيو دو ا تخوا فوا باش تصفى خلاص لاصوص تاعكم. دونك هنا انا رايحه نجيب هنا بسم الله هاي لاصوص تاعي، هكا ها فوالا. استنى واش غيكوبير هذا الشيء كل مش حاجه ما تقعد في دركا. شوفوا شوفوا لاصوص تاعي كيفاه صافيه، شفتوا؟ قلت لكم لا باسوار اللي عندي مليحه، دونك مصفيه خلاص كل شيء يقعد هنا. دونك كاسكو جو في فير، جو ريكوبير اللحم تاعي باسكو حنخليه في لاصوص ما نحيهش. تحبوا تنحيوه نحيوه، انا راح نحطو يطيب لي مع السكر هذاك. شوفوا البصله هذيك تالمو طابت، شوفوا دابت خلاص، شفتوا؟ باسكو هي معمره بلا صوص، نعصرها هكا. هاني رجعت دركا نعاود نطيب في لاكوكوت اللي طيبت فيها، بعد نعاود نحط اللحم ونعاود نحط لاصوص تاعي. بالنسبه لاصوص انا ما نكيلش لاصوص، لاصوص عيني ميزاني. علاه لاصوص عيني ميزاني؟ باسكو حنا في داري نحبو نغمسو، نحبو لاصوص دونك نحبوها بزياده. لكن تحبو دركا ديرو بالكيل، واش راحين ديرو؟ ديرو كيله ونص تاع نفس الكيله اللي هزيتوها تاع اللي عبرتو بها لي زانغريديون الاخرين. دونك واش راح ندير؟ راح نجيب السكر تاعي، اللحم راهو هنايا، راح نجيب السكر اللي الكيله تاع السكر هاي هنا، ونزيد لها عود صغير تاع لاكانيل، ها هو غير صغير هكا. واش نزيد لها؟ نزيد لها مغرف، مغرف برك تاع العسل باش تجينا ثقيله لاصوص، تجينا شويه خاطره برك. نخلي الشيء هذاك كل يغلي حتى كي يشوف لاصوص تاعي تقالت شويه ونرجع لكم. ولينا دركا هاي لاصوص تاعنا تقالت وعقادت. واش نجي ندير دركا؟ نهز الكيله تاع
تاع شبح الصفرا هذيك نحطها فوالا، نخليها واحد 5 مينوت هكاك قبل ما نرمي العين تاعي والمشماش. كما قلت لكم هادو راهم ديجا طايبين، خافي تفلقوا لي كحلوا لي لاصوص، سي با سكو جو دونك. خليهم واحد 5 مينوت يغليو شويه برك، ميم با تهز الغليه برك هذيك، ونعاود نحط الباقي. هنا اون بتيت رمارك، لا كان راح نديروا شبح الصفره وحدها وتقدموها بيان سور تجي شبح الصفره، لا كونتيتي تاعها اكثر من هكا، ديروها كيما راهي، تزيدوا لها برك ترشقوا لها اللوز وخلاص. هذاك هو البلا تاع شبح الصفره كيما راكم تشوفوا فيه. لكن راح تزيدوا له العين وكل يولي طاجين العين، ولا يولي ثاني طاجين حاجب وعوينه، يجي بالعين وبالشباح مخلط من كلش، فهمتوا؟ مي لا صوص تبقى اون سول صوص اون سول باز، سي لا ميم صوص بور لي 3 بلا. نقولها ونعاودها، سي لا ميم صوص بور لي 3 بلا، باش ما نبقاش نعاود في لي فيديو تكرار بزاف. هاي لا صوص تاع الشباح، تاع طاجين العين وتاع طاجين حاجب وعوينه. هاي هزت الغليه، نجي دركا نحط العين، الكيله تاع العين والكيله تاع المشماش. ها هي بسم الله. واش نزيد دركا؟ نزيد اون ديرني، نزيد لها الماء ورد تاعنا. الناس اللي في العاصمه لكن تحبوا تحطوا ما زهر في الاطباق تاعكم حطوا الما زهر، حنا نحطوا الما ورد. على بالي في العاصمه ما يديروش الورد يديروا الزهر، ما بصح الطبق الرئيسي هذا طبق القسنطيني يجي بالورد. فوالا نخليها تهز الغليه بعد ونطفي عليها. هاي الشبح تاعنا هزت الغليه طفيت عليها، سي بون، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. اي فوالا شبح الصفرة تاعنا وجدت ما شاء الله، جات هبل، رشقتها باللوز من فوقه. تحبوا ما تحطولهاش ما تحطولهاش، انا كانت هذه هي الطريقه تاعي اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما شاء الله راهي تهبل، شوفوا كما لي بريونت. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت وليكسبليكاسيون تكون كانت واضحه. الا كان عندكم اي استفسار مرحبا بكم. نقول لكم الا كان عجبتكم بارطاجيوها مع احبابكم مع ناسكم سور فيسبوك، محتاجه دعم كبير منكم. وان شاء الله نتلاقاو معكم في نوفال فيديو تري بروشانمون، وصحه رمضانكم ينعاد عليكم بالصحه والهنا. السلام عليكم. خمسة ولا خموسة.